يعني الثورة أنثى، بس بده يكون في ثورة، بده يكون في أنثى، كل العالم عم تغتصب الأنثى، عم بيغتصبوا لها حقوقها، ما فيها تعطي جنسية. بعد في نساء عم ينحرموا من أولادهم، بعد ما فينا نعطي الجنسية وخلص، يعني ما بقى مقبول إنه بس رجال هن يقرروا مصيرنا، عرفتوا؟ يعني بدنا نحن نقرر مصيرنا.